Herman, tu fais mal au crâne. Mr. Canardo, a.k.a. Herman. Toujours rangé à vie, j'attends la vie du parquet. Mon équipe est lourde, on fait craquer le parquet. On n'a pas des clés, mais des couteaux dans les poches. T'as sucé tout le monde, après tu veux que je te galoche. Tu casses trop le temps, mal que je raccroche. Ma belle dégage du vide, c'était trop trop moche. Je te vois sur tous les sites, toutes les têtes, tu t'y crois. Tu veux redescendre sur terre. نشرو نعاودو نبيع هذه هي فكره بيع تما ايه السيد اللي كنت نشري من عنده درك نولي نشري من عنده بكونتيتي كبيره ومن بعد نعاود تلقى انت ليك ليوت تبيع لها اه ننقي بيا بيا كيما قال لي جاني ياسر يتكيف انا يا بيا خلاص كيما درك نشرو انت تشري ولا نبيع هذا هو خويا انا مشيت من هوك بونافيع صاي خلاص صفقه مش رايك ملاح يا والله بيا متكيفوها ولا نبيع اه متكيفين بيا صاحب وكان جان وصلني قال لي جيب لي سلعه ملاح ندوها له انت في عمر الكليون تاعنا هذا 15 سنه مشو كبير يا مازال صغير انا نورمال مينار نورمال مو متكيف هذا هو ما يبقاش دايخ وقال لي جيب لي 200 مش رايك ندوني ولا يبيع له نورمال يبيع له بنيتي يبيع له طعمية يبيعها له بنيتي سهلة خلاص ولا ربع وفرات هذا هو الربح السريع الو عبد الله الو صاحبي هو جيك صايبنا ذاك تاع 200,000 عطي له السلعة تاعو انا يتسمى ما قدرتش نجي عندي قضية وطريق بعيدة شوية المهم طلع فيه ماشي مشكل ها يا صاحبي مشكل صح هوب صح اهلا يا وراه الامان اخويا ترى ما تدور برك برك تلقاه لما تاك كي كان وخلاص ساعه من انا وخلاص هاي صح اخويا خويا 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 خويا